في درس جديد من دروس تعليم الأورب بأسلوب مميز عن بعد. في درسنا لهذا اليوم رح نتعلم مقام الحجاز، وهو مقام جميل جدا، ويقال أن المقام هذا يعني مصدره هو شبه الجزيرة العربية، وتحديدا منطقة الحجاز، لذلك سمي بمقام الحجاز. مقام جميل كثير، مليء بالروحانية، معروف هذا المقام أنه فيه روحانية عالية. نسمع المقام سوا، بقول ري مي بمول فا دييز سول لا سي بمول دو ري. طيب علامات التحويل إذا في هذا المقام شو هي؟ عنا المي بمول، هاي المي انخفضت راحت اليسار صارت بمول، والفا دييز رفعت نص درجة، هذه الفا تروح لليمين مفتاح صارت هنا، هذا الفا دييز. وعندنا السي بمول، هذه السي انخفضت راحت لليسار صارت بمول. إذا زي ما احنا عارفين البيمول يعني بنروح مفتاح لليسار، سواء أسود أو أبيض، المفتاح أسود بيكون هو البيمول، إذا ما في مفتاح أسود بيكون المفتاح الأبيض هو البيمول. إذا مي بيمولها هذا هو، والفا دييز راح نروح لليمين مفتاح، هذا هو الفا دييز، والسي بيمول راح نروح لليسار مفتاح، إذا هذا هو السي بيمول. إذا ري مي بيمول فا دييز سول لا سي بيمول دو ري. شوف ما أحلى المقام. جميل جدا هذا المقام. إذن ري مي بيمول فا دييز سول لا سي بيمول دو ري، ثم ري دو سي بيمول لا سول فا دييز مي بيمول ري. نبدأ التمرين، 1 2 3 الأصابع، ري بالأول، مي بيمول بالثاني، فا دييز بالثالث، بعدين الإبهام بلف عشان يروح الصول بالأول، واللا بالثاني، سي بيمول بالثالث، دو بالرابع، بعدين ري بالخامس. مرة ثانية، ري بالأول، مي بيمول بالثاني، فا دييز بالثالث، بعدين الإبهام بلف علشان يجي على الصول بالأول، لا بالثاني، سي بيمول بالثالث، دو بالرابع، ري بالخامس. ثم الهبوط، ري بالخامس، دو بالرابع، سي بيمول بالثالث، لا بالثاني، سول بالأول، بعدين الثالث بدي يلف من فوق الإبهام عشان يعمل فا دييز بالثالث، مي بيمول بالأول بالثاني، والري بالأول. دائما قاعدة لما باجي بعزف في المقام لحاله بتقيد 1 2 3 1 2 3 4 5، وفي الهبوط 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5، هذا في الصعود. في الهبوط 5 4 3 2 1 3 2 1. الحجاز بتمنى منك تضل تتمرن عليه في الصعود والهبوط حتى ما تتقنه تماما بسرعات مختلفة، قد ما تقدر تسرع فيه، بس أهم شيء السرعة يكون فيها وضوح وثبات. تمنياتي لك بالتوفيق وإلى اللقاء.